بس حتى هي غلطت بفهمة، توهمت هو ضحك علي وأنا صدقت الكذبة، وآخر مسمار بقلبي دقته حماتي. هي حماتي من هذا النوع، كانت تفضل تعطي الأطل الأكل اللي بيزيد، بس وقت تعرف إني بحب هالأكلة لأنها بتعرف إني أنا رح أنقهر ولهيك. طيب هالة، ليش ما حكيتي لي كل هاد؟ سبتي كنت أحكي لك، أنا كنت أحكي لك كل شي من الأول، بس بعدين صار لازم أتحمل العواقب لحالي. ما رح أتركها بحالة، هي جيهان حسابها معي أنا، ما بقى رح أسكت لجيهان بنوب.